بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا. وكل يوم رح نمشي خطوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث اليوم بتعلق ببعض الأخلاقيات اللي أحيانا نوقع فيها. كثير من شبابنا وكثير من بناتنا لما بيكون في بلده بيكون ملتزم ومتدين، البنت محجبة وماشي صح، الشاب متدين ومؤدي صلاته ومؤدي صيامه، وبيكون يعني يعرف الله عز وجل، يحل الحلال ويحرم الحرام. وأول ما يطلع من بلده أو أول ما يسافر أو أول ما يتغرب عن بلده أو يبعد حتى عن مدينته اللي هو عايش فيها، يبدأ الإيمان يضعف عنده فتزل قدمه ويقع في الأخطاء. حلقتنا اليوم عن مراقبة الله عز وجل. حلقتنا اليوم هي عبارة عن رسالة لكل شاب وبنت، لكل أب وأم. المتدين في بيئته، متدين في مدينته، متدين في بلده، لما بينتقل لبيئة ثانية وإذا به ينقلب إلى إنسان آخر. هاي رسالة اليوم راح نوجهها، اللي عنوانها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وأنا بدي أسألك سؤال، لما أكون عايش في بلدي أراقب الله عز وجل؟ يعني لو سافرت على بلد غير مسلم الله لا يراني؟ لا يراك سبحانه وتعالى. يعني أنا لو رحت على باخرة في المحيط، ولا رحت على أقصى الدنيا، ولا سافرت على بلاد غير عربية، ولا بلاد غير مسلمة، ولا بلاد لا تعرف الله عز وجل، معنى ذلك أنه أنا بقدر أرتكب المحرمات والمعاصي؟ أبدا. المسلم مسلم في بلده، مسلم في مكة، ومسلم في بلاد العرب، ومسلم في بلاد غير المسلمين، ومسلم في بلاد العجم. أنا مسلم، علاقتي مع الله عز وجل، الإله الذي أعبده وأنا أسجد عند الكعبة، هو ذات الإله سبحانه وتعالى الذي يراني وأنا في وسط باخرة في أواسط المحيطات. هو نفس الإله الذي يراني وأنا راكب في الطيارة، هو نفس الإله الذي يراني لو كنت أنا في السند ولا الهند ولا الصين ولا في أمريكا ولا في كوريا ولا في أي مكان في الدنيا، هو ذات الإله. طب يا شباب ليش بخف تديننا لما مسافر؟ طب يا شباب ليش احنا لما نطلع من بلاد المسلمين، نطلع من بلاد العرب، تبدأ المعصية يقل أثرها في قلبي من جوا؟ طيب ليش أنا لما بطلع من بلاد غير المسلمين والبيئة غير المسلمة تصبح المعصية سهلة؟ وبعض الناس يبحث كمان عن المعصية، وبعض الناس لو جاءت له المعصية لا يرفضها. طب هو مش الإله نفسه سبحانه وتعالى الذي نعبده في بلادنا، هو ذاته تبارك وتعالى يراك حين تقوم، وهو سبحانه وتعالى معكم حيثما كنتم، يراك ويطلع عليك، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مش هو ذات الإله؟ طب السؤال، لماذا يقل التدين؟ ليش بشوف بنت أول ما تطلع من عند أهلها وتركب في الطيارة بتروح تنزع عنها الحجاب؟ ليش بشوف شاب أول ما يوصل عبلاد غير المسلمين يحلق اللحية سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش بشوف شاب أول ما يوصل عبلاد غير المسلمين يشتري خمرا ويشرب الخمر؟ طب ما هو الإله الذي حرم عليك الخمور وأنت في بلدك في وسط المسلمين، هو ذاته الذي يراك تعصيه وأنت في بلاد غير المسلمين. تعرف راح يكون الجواب شغلة واحدة، وإن شاء الله يا رب ما تكون متحققة، لكن هو جواب شغلة واحدة، إنك أنت مش كائن تعبد الله، أنت كائن تعبد المجتمع، أنت كائن تمتنع عن المعصية وأنت غير مأجور، أنت كائن تمتنع عن المعصية لأن ما عندكش ظرف يسمح لك بالمعصية. لكن أول ما يتهيأ لك ظرف، أول ما تأتيك الفرصة حتى تعصي الله عز وجل، أنت بتقولش لا، معناته أنت تعبد الله ولا تعبد المجتمع؟ لا، أنت كائن تعبد المجتمع، والمطلوب منك مش تعبد المجتمع، أن تكون مؤثر في المجتمع، أن تكون مؤثر في الناس اللي حواليك. أنت عرفت قصة سيدنا عثمان لما جاء مع النبي محرم في صلح الحديبية،
وجاء مع النبي محرم رضي الله عنه، وبعث النبي إلى قريش عشان يحكي معهم يتفاوض معهم وهو لابس الإحرام، ويوصل عند الكعبة اللي إحنا جايين لها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، سفر طويل وتعب ونصب ومشقة، ويوصل سيدنا عثمان عند الكعبة، وقالت له قريش طف حول الكعبة واسعى وتحلل، فقال والله لا أفعلها إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تهيأت له الفرص ويرفض إلا يكون النبي معه، لأنه متمسك بأمة، متمسك بدين، متمسك بإله رب العالمين سبحانه وتعالى. رسالة اليوم لكل شاب وبنت، رسالة اليوم لكل واحد بيسافر بيطلع من بلده، رسالة اليوم لكل إنسان تتاح له فرصة المعصية، اتق الله حيثما كنت، واعرف أن الله يراك. أنت مش خوفا من زوجتك ولا ابنك ولا بنتك ولا من المجتمع، أنت خوفك من الله عز وجل، أن يطلع الله عليك في لحظة معصية. معاصي ما بتعملهاش في بلدك وبتبدأ تعملها برا، اتذكر دائما وأبدا اتق الله حيثما كنت، في البر ولا في البحر ولا في الجو ولا في بلاد المسلمين ولا في البلاد غير المسلمين، ولا أنت في خلوة ولا أنت مع الناس، اتق الله حيثما كنت، وراقب الله عز وجل. ما تطلعش على الناس من حواليك، أكثر الناس يعينوك على المعصية، وأكثر الناس لو شافوك على المعصية يضحكون، وأكثر الناس لو شافوك على المعصية بيعتبروك بطل وإنك عملت اللي هم مش قادرين يعملوه. لكن أنا وإنت وإنت شعارنا واحد، شعارنا اتق الله حيثما كنت. أنا يا ربي معك، وين ما أكون أنا يا رب معك، ولو أغلط أستغفر الله عز وجل، لكن أنا متمسك إني أبقى مع الله عز وجل في تقوى الله وفي طاعة الله عز وجل. شعارنا اليوم اتق الله حيثما كنت. وتعالوا شوفوا شبابنا إيش جهزونا اليوم عن مراقبة الله تبارك وتعالى. احنا كلياتنا بنذنب مش هيك؟ نعم. طيب في عندك عمل انت ندمان عليه؟ والله كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. في عندك عمل انت نادم عليه؟ نعم حتميا، مش ذاكر انه في عمل نادم عليه. والله يعني الانسان يعني الانسان ان شاء الله الله يتوب علينا يعني اللي ارتكبنا اغلاط يعني، ولا إن شاء الله ربنا بيسمح لنا فيها يا رب. والله أنا ما بتذكر إني أذنبت، يعني مخافة رب العالمين بين عيني، الحمد لله رب العالمين. أكيد فيش إنسان إلا عنده عمل نادم عليه. طبعا أي ابن آدم معرض إنه يخطئ بالحياة، ما فيش واحد غير عمل يعني عمل غير بندم على الإنسان مرة. والله كم عمل يعني مرة أيام نندم عليها. في واحد من الأعمال ندمان عليه تقدر توصف لنا إياه أو إيش هو؟ والله هي التقصير في العبادات، وهذا أهم يعني إنسان منزعج منها ودائما يفكر فيه إنه يقدم استغفار ويتوب لله سبحانه وتعالى. خلص يعني لا طبعا، بس إنه أهم شيء إنك تندم، لأنه ندم باب التوبة يعني. والله إنه الإنسان يعني بصير مع مواقف بحبش أحكيها لأنه أسرار الدنيا كلها. تستغفر؟ الحمد لله رب العالمين. كم مرة تقريبا باليوم؟ والله حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. نعم دائم دائما بستغفر ربنا اكيد طبعا. الحمد لله طبعا شيء طبيعي، ومنصلي ومنصوم بالشكل الصحيح يعني. طبعا الحمد لله يعني الاستغفار بشكل مستمر الحمد لله رب العالمين. اكيد نعم الاستغفار سيد التوبه يعني. نعم تستغفر؟ اللهم لله الحمد لله الشكر. بتحاسب حالك قبل ما تنام؟ والله كل فترات مش مستمر يعني. طبعا نعم لابد طبعا أكيد طبعا، لأنه ما بمر يوم إلا الواحد ما بغلط فيه ما بيعصي ربه. طبعا يعني بعيد يعني شو الواحد أغلط شو أذنب الواحد يعني، والحمد لله رب العالمين يعني الواحد مخفت رب العالمين بين عينيه يعني الحمد لله رب العالمين، ومنصلي الحمد لله وما يعني الحمد لله ما منلجأ للإشي الغلط الحمد لله رب العالمين. والله أكيد نعم طبعا، أي إنسان نفس اللوامة هي اللي دائما بتأمر الإنسان يحاسب نفسه. نعم
والله أي واحد ما بالذات أني أحاسب نفسي قبل المنام وأدخل في الحاجات الماضية.